الكرام. ايه اللي بيحصل؟ كما توقعنا وكما اشارت يعني كل الدلائل على وجود زيادات غير مسبوقة في اسعار الذهب، احنا بنشاهد زي ما حضرتك اشرت لتخطي حاجز ال 2700 ويوصل ل 2720 كمان الذهب ويقفل عليه بالامس. نتوقع مزيد من الزيادات مع بداية الأسبوع القادم. كل المؤشرات راحت ناحية الذهب ويؤكد مرات عديدة. ليه يا أستاذ هاني؟ ليه يا أستاذ هاني بيزيد؟ أيوة ليه بيزيد؟ يعني ليه توقعك للزيادات؟ ليه؟ كنا متوقعينها من بداية السنة لكذا مؤشر. أولا الاضطرابات والتطورات الخطيرة اللي بتحصل في الشرق الأوسط ونزير الحرب ده مقاوم برضو قوي جدا ناحية الملاذ الآمن هو الذهب. ده من ناحية. من ناحية تانية الظروف الاقتصادية اللي احنا كنا متوقعينها مع خفض الفيدرال الأمريكي للفايدة اللي بالفعل هو تأخر فيها نسبيا، كنا متوقعينها من شهر 3-4 لكن هو تباطأ في اتخاذها، لكن في مآله إلى استمرار بعد لما نقص 50 نقطة، والأوروبي برضو النهاردة بيخفض، وما زالت المؤشرات رايحة ناحية تخفيض والخروج من الدولار والذهاب إلى الذهب كمستثمرين. يعني أستاذ هاني السوق طب عامل إيه؟ يعني ما كل ما الاسعار تزيد برضو يعني الوضع الاقتصادي الناس ما بيبقاش عندها فرصه جيده انها تشتري ذهب، يعني لانه غالي جدا. يعني احنا بنتكلم زي ما بقول على جنيه قرب ل 30,000 جنيه. طب وبعدين؟ لا هو الاقبال ان كان متوسط الى ضعيف في وقتنا. استاذ هاني الإقبال إن كان ضعيف ومتوسط في الآونة الأخيرة اللي احنا بنعيشها اليومين دول، لكن دي أنا في رأيي ليها بعض الأمور أو بعض العوامل اللي ساعدت على كده، اللي هي وجود فترة الصيف. يعني بتكلم بقى على المستوى المحلي، الصيف والمدارس وظهور بقى العقار في الفترة اللي فاتت ونموه وازدياد أسعاره والساحل وبعض المقاومات الأخرى اللي يمكن وظفت أو خرجت شوية من عباءة الذهب وراحت ناحية العقار. ولكن وزي ما حضرتك أشرت برضو لضعف دخول المدارس وقلة الوفرة الزائدة المادية، فخلت الطلب ما هواش بالقوة اللي كان عليها من شهر 3. يعني انت بتقول لي ان العقار في الكام شهر اللي فاتوا دول نجح ان هو ياخذ بعض البريق من الذهب؟ ده في تصوري انا، ولكن يظل الذهب هو الحصان الاسود الرابح واللي هتؤكده الايام القادمه. لو انت هتقول ايه غير كده يعني؟ ما هو لا هو مش تحيز بقدر ما هو يعني تحليل يعني او رؤيه ممكن تكون تصيب او تخيب، ولكن في تقديري انا ان الذهب في الفتره القادمه هو الارجح والاكثر حظا في انه يستمر في زياده اسعاره. يعني أظن أنه هيبقى مفيد جدا لو التجار تنزل شوية في المشغولات، وإلا الناس هتبقى مجبرة دائما أنها تشتري ده بصرف، يعني تجيب أنصات تجيب جنيهات حاجات كده يعني. فالمشغولات مع ارتفاع السعر لازم يكون في شوية توازن عند التجار. يعني أنا بقول الاستثمار في الذهب استثمار طويل المدى، فمن الميزة ومن مميزات انه في مشغولات تستخدم والناس تلبسها وتنبسط بيها بدل ما هي حطها في دولاب او في خزنة بنك وقفل عليها مجرد الاحتفاظ. لازم يكون في جزء كده رايح ناحية المشغولات، واحنا الحمد لله يعني تطورنا كثيرا جدا في صناعة المشغولات الذهبية، وتطورت يعني بحيث بنقدم منتج يعني يليق بالمستهلك المصري
كمنتج مصري 100%. السؤال التقليدي، بتشتروا ده باليومين دول؟ يعني لو احنا جيت معايا ده بتشتري ولا نايمين شويه؟ السوق المحلي ارخص حاليا من السوق العالمي، وفرصه الشراء للتجار اليومين دول اصلح من البيع. فلو عندك اي كميه تقدر تبيعها في اي وقت وانت واقف، ما فيهاش اي ضرر، بل بالعكس يمكن فيها استفاده للناس. هل صحيح انه الدهب هيبقى عليه بعد شهرين ضريبه؟ لا، انا لم اسمع بهذا من قبل. لا لا، وهو عليه البر، وهو عليه مش غير سليم. وهو عليه قيمه مضافه دلوقتي؟ هي موجوده بقالها، من طبقت القيمه المضافه من وقت صدور قانون ضريبه القيمه المضافه، وهي نسبتها ضعيفه جدا. يعني هي بتطبق على قيمه المصنعيه. الوعاء الخاضع لضريبه القيمه المضافه هي قيمه المصنعيه، وده في صلب القانون وليس سعر الذهب، وبالتالي لن يكون او لن تمثل قيمة الضريبة جزء يعني مؤثر في السعر. ونسأل السؤال دايما البديهي، اشتري دهب من بره مصر ولا من جوه مصر؟ حاليا تشتريه من جوه مصر، وانت لانه في فرق النهاردة نتيجة للعامل اللي احنا كنا بنوصفه قبل كده، وقت الطلب لما كان ازيد من المعروض، وكان السعر في السوق المحلي أعلى من مثيله في السعر العالمي، كان نتيجة لأن الطلب كان أعلى بكتير من المعروض. النهاردة لأن الطلب قليل أو ضعيف شوية، وبالتالي بقت الأسعار المحلية أرخص من مثيلتها خارج مصر. أكيد. الأستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، بشكرك.